خلوني اخدكم على شركه شيفرون. شركه شيفرون واحده من الشركات العملاقه في مجال التنقيب والكشف عن البترول والغاز الطبيعي. شيفرون العالميه العملاقه تكتشف حقلا جديدا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط. الاغنيه القديمه بتاعت يا روايح الزمن الجميل هفهفي، دلوقتي تقدر تقول يا روايح شرق المتوسط هفهفي كمان وكمان. معانا على التليفون دكتور رمضان ابو العلا، استاذ هندسه البترول والطاقه. اهلا بيك يا دكتور واسف على الاطاله. لا يا فندم، انا مستمتع بحديثك وانا اسكندراني وزعلان منك. ليه؟ انا اقدر؟ عشان عملت بقى دعايه لكل البحر الابيض وسيب اسكندريه عروس البحر الابيض. ازيدك من الشعر بيت. ده انا اصلا قلت انا كنت اروح لخالي نجيب في اسكندريه. اتنين، انا متجوز من اسكندريه، فانا اسكندريه بالنسبه لي رايح جاي كل اسبوع. فكله الا اسكندريه وجمال وطعامه اسكندريه وسندوتشات اسكندريه بالمناسبه. كده الاسكندرانيه اتبسطوا بقى. لا احنا نقدر؟ ما اقدرش. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا اولا ومتشرفين بسمع صوت حضرتك. هذا الحقل الجديد اللي اعلنت عنه شيفرون، اهميته ايه؟ وفي نفس الوقت هي فكره اهميه هذا الرافد عموما بالنسبه للطاقه في مصر وللتكريس وترسيخ وضع مصر جوه المنطقه والعالم كواحده من اهم مراكز تصدير الطاقه واساله الغاز. تمام. اولا انا هقول لحضرتك ما وراء هذا الاعلان. طبعا شركه شيفرون زي ما حضرتك ذكرت أحد أهم الشركات العملاقة في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز. إعلانها بقى عن هذا الاكتشاف في مضمونه دعوة لباقي الشركات العالمية العملاقة لضخ المزيد من الاستثمارات في المياه الاقتصادية البحرية المصرية. منطقة الاكتشاف بالفعل مشجعة جدا، لأنها منطقة واعدة بها كميات كبيرة من ثروات الغاز التي لم يتم اكتشافها حتى الآن. المنطقة بها حوالي 220 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما تم اكتشافه حتى الآن لا يتعدى 30%. المنطقة كلها مساحتها حوالي 83 ألف كيلومتر مربع، وتقع فيها المياه الاقتصادية البحرية لبعض الدول المتشاطئة للحوض الترسيبي الذي يوجد به الثروات. حلو جدا. طب ده كلام مهم. اتفضل يا فندم. الحقيقة الاكتشاف بقى بيأتي زي ما حضرتك طلبت ان انا يعني اوضح الامر ده في اطار زيادة طموحات استراتيجية وزارة البترول. احنا قبل كده كان اقصى طموحات الوزارة منذ حوالي 7 سنوات تحقيق الاكتفاء الذاتي. وعلى فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي ده وفر لمصر ما لا يقل عن 3 مليار دولار سنويا، كانت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي لسد الاحتياجات المحلية. النهاردة أصبح طموح الوزارة بعد طبعا تحقيق الاكتفاء الذاتي هو زيادة معدل الصادرات الغازية المصرية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، وجمع كما جاء في إعلان الوزارة أنها حققت حوالي 13 مليار دولار من النقد الأجنبي، وإن شاء الله نتوقع زيادتها بإذن الله. بفضل الله تزامنت زيادة الاكتشافات المصرية مع الزيادة الكبيرة جدا في أسعار الغاز الطبيعي. يعني لو عرفنا يا أستاذ يوسف أنه 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي كان تمنها من حوالي عام فقط 200 دولار، النهاردة أصبح 1000 متر مكعب تمنها حوالي 3500 دولار. شوف بقى حضرتك لو كنا
ما زلنا لم نحقق الاكتفاء الذاتي، كانت فاتورة استيرادنا هتبقى قد ايه. وشوف احنا بالعكس دلوقتي تحولنا من سالب لموجب، وحققنا اكتفاء ذاتي، وفرنا فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، بل وحققت استراتيجية الوزارة ما لا يقل عن 13 مليار دولار. ده دي حقول الخير بجد. والله يا دكتور يعني ده شيء اكتر من رائع، يعني كفايه الشرح اللي حضرتك قلته لنا ده في حد ذاته بيوضح الصوره ماشيه ازاي باذن الله سبحانه وتعالى مستقبلا. ده كده يا دكتور زي ما كنت بسال سيادتك في الاول، انه ده بيكرس من او يؤكد او يثبت ويرسخ من قيمه مصر في مجال تصدير الطاقه عموما والغاز بشكل خاص في المنطقه، ولا في المنطقة مش بس في منطقة الشرق الأوسط ولكن أيضا شمال المتوسط ووسط أوروبا؟ ده سؤال مهم جدا يا أستاذ يوسف. هو الحقيقة لازم نعرف الحكاية بقى، طالما حضرتك سألت السؤال ده، من أولها. أولها كانت بداية اجتماعات قمة رئاسية ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والحقيقة ده كان نموذج للتعاون الإقليمي، والناس كانت مستغربة هو إيه التجمع ده، هدفه إيه. هذا التجمع كان نواة لمنتدى غاز شرق المتوسط اللي أصبح منظمة حكومية، اللي بقى فيها حوالي 7 دول، وأصبحت تتهافت على عضويته العديد من الدول الغربية، بل وحتى دولة الإمارات الشقيقة طلبت الانضمام له. ده كله ليه؟ مركز ثقله في مصر. مصر لديها بنية تحتية لا يوجد لها مثيل في المنطقة على الإطلاق، في مصنعي الإسالة في إيدكو وفي دمياط، وخطوط الأنابيب الممتدة من المياه العميقة حتى محطة الاستقبال في بورسعيد. ده مفيش هذا هذه البنية التحتية لا يوجد لها مثيل. لذلك كل الاكتشافات التي تتحقق سواء من خلال مصر أو الدول المتشاطئة مع الحوض الترسيبي لا يمكن تصديرها إلا من خلال مصر. لذلك أصبحت مصر مركز هب يعني يعتمد عليها بشكل كبير جداً. لذلك كانت مفوضية الاتحاد الأوروبي للطاقة وصلت مصر، وكانت تطمع في استيراد 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. لو قدرنا نوفر الكلام ده زي ما حضرتك ذكرت، هنقدر نرفع 13 مليار ل 21 مليار دولار بإذن الله. يا رب. أشكرك جدا يا دكتور، وأتمنى بإذن الله أن احنا نلتقي بقى في البرنامج نفهم أكتر ونسأل أكتر، علشان أقدر أرضي يعني جوعي ونهمي وعطشي للمعرفة. أشكرك جدا دكتور رمضان أبو العيلة، أستاذ هندسة البترول والطاقة.